رجال ومواقف، عظماء مروا وتركوا الأثر، فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي، إعداد وتقديم زكية حداد. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأرحب بكم مجددا في حلقة أخرى من برنامج رجال ومواقف. حلقة هي في الحقيقة امتداد لما قبلها عن إنجازات مؤسسي الدولة العلوية الشريفة، ويسرني أن يكون معنا فيها الدكتور يوسف العلوي، أستاذ باحث بمؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ في السيرة النبوية متخصص في تاريخ المغرب. أستاذ الكريم، دائما سعداء بوجودكم معنا وسعداء بالاجتماع معكم حول هذه الشخصيات. بارك الله فيك أستاذ الكريمة. نحن اليوم مع عملاق من عمالقة تاريخ المغرب بلا شك وبلا منازع، يعني تتضارب حوله الأقوال ويتحدث عنه الحبيب والعدو، ومع ذلك تبقى شخصية المولى إسماعيل من أعظم ملوك المغرب على الإطلاق، ومن أقوى ملوك الدولة العلوية على الإطلاق. رجل حكم المغرب 57 سنة وله أدوار في غاية الأهمية، رحمة الله تعالى عليه. حقيقة لن نستطيع أبدا أن نوفي وحقه في هذه الدقائق المعدودة، كما لم نستطيع أن نوفي أخاه من قبل المولى رشيد العلوي حقه، لأن هؤلاء كما ذكرتم عمالقة من عمالقة تاريخ المغرب. فتكلمنا سابقا عن المولى رشيد العلوي وإنجازه الكبير الذي هو توحيد كل جهات المغرب وإنقاذ البلاد من التشتت والتشرذم. الآن المولى إسماعيل العلوي يعتبر عصره العصر الذهبي للدولة العلوية بكل تأكيد، وتكلمتم عنه على أنه عملاق. وفي الحقيقة هذا وصف بارز جدا. فأولا نتكلم عن الشخصية، من هو المولى إسماعيل، ثم نذهب إلى الإنجازات. عندما نقول العصر الذهبي للدولة العلوية نقصد في تأسيسها، وإلا فهذه الدولة الحمد لله ممتدة وعصورها عصور بشائر وعصور خير إن شاء الله تبارك وتعالى. أي كلمة خففك على المولى إسماعيل؟ المولى إسماعيل عندما بويع بالحكم بعد وفاة أخيه سنة 1082 كان في عمره 25 سنة، شاب فيه 25 سنة، أسند له حكم المغرب كل المغرب. وإذا كان أخوه المولى الرشيد قد وحد البلاد، فإن المولى إسماعيل عليه أن يطرد الغزاة من الشواطئ المغربية. نعم، كان هذا الأمر لم يستطع المولى رشيد ربما أن يتمه، قلنا قلوش الوقت. نعم، وهو كان قد بدأ، لو طال به العمر رحمة الله تعالى عليه لكان تدي الخطوة الثانية دياله بعد توحيد البلاد، والرجل قد بدأ ذلك بحصاره طنجة. لكن الوفاة دياله اللي كانت عجيبة، يعني كان على فرسه وجمح به الفرس دياله وقص شي شجرة براسه، قالوا شي غصن دخل له في ودنه أو ضرب له راسه، فكانت في الحتف دياله رحمة الله تعالى عليه مولاي رشيد. فأخوه مولاي إسماعيل يعني كان نائبا عنه بمدينة فاس وبمدينة مراكش وأخيرا بمدينة مكناس، وهذه العواصم، هذه العواصم الخطيرة، يعني كيديروا غير في البلايص اللي فيها المشاكل هنا. ولهذا كنقولوا الناس ملي كيتكلموا على مولاي اسماعيل وصف كثيرا حتى عند الغربيين، لان كانت عنده سفارات وزاروه عدد ديال السفراء الغربيين ووصفوه وصفا دقيقا جدا، لباسه شكله لحيته نيفو وجهه الى اخره الى اخره، الامور اللي ما كيوصفوهاش عموما المؤرخين المغاربه، حيت هذا ديالنا الانسان عموما ما كيوصفش الام ديالو او الاب ديالو كيدير، ولكن الا جا شي اجنبي كيوصف جلابته يوصف، هذا شيء معروف. دقائق الامور فمتناقضين حوله بسبب تكبر بورهم بسبب ضعفهم امامه، حاقدين عليه. فلذلك كاين اللي كيوصفوا انه ما مزياش، ولا كيوصفوا انه سفاك، ولا كيوصفوا انه كذا، ولكن الامر هذا انطلاق من 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 قلوبهم وما يحملونه من ضغينه عليه وعلى بلاد المغرب. الرجل كانت السجون ديالو فيها 20,000 اوروبي، 20,000 اسير اوروبي معاه هنا في المغرب. فلذلك لك ان تتصوري في ذاك الزمان هذه الاماكن اللي كان فيها ولي يعني النائب عن اخيه هي اماكن خطيره على العواصم الكبرى ديال المغرب، فاس ومراكش. علاش مكناس؟ لان مكناس هي الاقرب الى الاطلس المتوسط، والاطلس المتوسط هي اللي كان فيها الزاويه الدلائيه، مكان بقايا الزاويه الدلائيه هي اللي غدير المشكل، وهي اللي غدير المشكله فعلا في تاريخ المغرب سواء من زمان مولاي اسماعيل او بعد منه. نعم، فلذلك داروا في البؤره، داروا في المواجهه، فاكتسب خبره اداريه وسياسيه. هو لا يوصف بأنه كان عالما متضلعا في الأمور العلمية، ولكن ما كانش ناقصه، يعني ما نقولش ما كانش عالم متخرج من القرويين، ولكن حظه من العلم كان مستوى جيد بالنسبة طبعا للوقت، ولكن الدهاء دياله كان في شخصيته الإدارية التنظيمية العسكرية.
إذن عندما سيبلغ 25 سنة ويصبح أميرا للمؤمنين بالمغرب، اكتسب يعني هذه الحنكة السياسية وهذه القوة عن طريق هذه الفترة التدريبية إذا أردنا في زمن أخي المولى رشيد. كان واجد نعم رحمه الله. إذن المولى رشيد قام بتوحيد كل جهات المغرب. نعم. الآن عندما ستسند مهمة المسؤولية للمولى إسماعيل، كيف سيستمر في هذا الإنجاز الكبير؟ كيف سيحافظ عليه ويتمه بإنجازات أخرى؟ المولى إسماعيل رحمه الله بويع بيعة شرعية، هو ما جبرش المشكل اللي كان عند مولاي رشيد، لأن مولاي رشيد اضطر يحارب مع عدد ديال الجهات باش عاد يستتبلوا الأمر. نعم. مولاي إسماعيل عندما مات أخوه بحال شرعيا ما كانش بزاف ديال، كان منافسين ولكن كان هو أقواهم، فبايعه العلماء بمكناس، علماء فاس والمناطق كلها بايعته. مراكش تأخرت شوية، سنتحدث عن هذه الأسباب، لكن بيعته كانت بيعة شرعية منعقدة، وهو في الأول رفض رحمة الله تعالى عليه، ولكن بعد إصرار العلماء عليه قبل البيعة. شنو قبلته رحمه الله؟ طبعا عنده مشاكل داخلية سنتحدث عنها، ولكن أساسا عنده توحيد البلاد بطرد المستعمر من الشواطئ المغربية. الشواطئ أهم الآن، هذا أهم نقطة قام بها رحمة الله تعالى عليه، بالإضافة طبعا إلى استتباب الأمن في البلاد وإلى توحيد البلاد ولا عدد ديال الأعمال خصو يقوم بها. غنشوف على أنه رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يخرج الأجانب من جل المدن المغربية الشاطئية، على الشمالي والغربي، كل الشواطئ كلها خرج، يعني الا شي واحد المهم من كلها، يعني سبته مش ما كايناش، مليليه، طنجة، العرايش، اصيلا لا كانت مازال عند المغرب ولكن كانت قيمتها ضعيفه قدام العرايش، المهدية اللي كانت سميتها المعمورة الجديدة، كل هذه المناطق راها تبعة إما احتلال برتغالي أو احتلال إسباني أو احتلال إنجليزي. إنجليزي كان في طنجة. نعم. علاش كنقول طنجة؟ لأن طنجة كانت عند البرتغال وحصرها المجاهد المغاربة الخضر غيلان قبل من المجاهد العياشي، مما اضطرهم أمام الضعف والضربات اللي تلقاوها من المجاهدين المغاربة أنه يتنزلوا عليها الإنجليز، ما قديش حنا على حمايتها، فتزوجت كاترينا من شارل الثاني الملك ديال الإنجليز وعطاتها له صدق. هل سمعتي بغريب كهذه؟ هي برتغيزية وهو انجليزي، وتعطيلو في المهر ديالها ما ليس لها مدينة طنجة ديال باباهم. يعني فانظر الى منين كتضعف الأمة، فين كان وصلوا، تولي مدينتنا كتعطى صدق. وهل سمعتي عن احتلال، عن الناس اللي كيتحدثوا على الحضارة، والناس اللي كتحدث على الديمقراطية، واللي كتحدث يعني يجيو البلاد ويهديوها بعضياتهم صدق في زواجهم على اتحاد. فالمولى اسماعيل رحمة الله تعالى عليه الجهد الذي بدله كان لطرد الغزاة رحمة الله تعالى عليه، يعني أخرج المحتلين من طنجة. طنجة من اللي تحتلت سنة 1471 حتى طردهم هو سنة 1661، علينا جوج ديال القرون وهي كتنقل ما بين البرتغاليين والإسبان، وأخيرا وصلت للإنجليز إلى أن أخرجهم المولاي إسماعيل بمن كان معه من المجاهدين. خصني نقول واحد القضية، المجاهدين المغاربة المتطوعين هم اللي عندهم الدور الأكبر أكثر من الجيش النظامي ديال مولاي إسماعيل. المتطوعون المغاربة، من يعني العناصر المكونة لهذا الشعب. الجيش الشعب الأستاذ، الشعب المغربي بقيادات شعبية، بعض الصلحاء، بعض العلماء، بعض الصوفية، بعض المجاهدين المحليين هم اللي عندهم الدور الأكبر، فقط عندهم شرعية السلطان، وكذلك طبعا لابد هناك كتائب من الجيش المخزني وعندهم الدعم ديال السلطان. نعم، إذن سنستمر في الكلام عن هذه النقطة ونقط أخرى لكن بعد هذا الفاصل. أرحب بكم مستمعي الكرام مجددا في برنامج رجال ومواقف، وحديثنا في هذه الحلقة عن أحد مؤسسي الدولة العلوية الشريفة المولى إسماعيل، ومعنا دائما الدكتور يوسف العلوي، أستاذ باحث بمؤسسة البحوث والدراسات العلمية موضع فاس. أستاذي كريم، ونحن نتكلم عن المؤسسين الأوائل الدولة العلوية، ذكرنا إسماعيل اللامعين، المولى رشيد والمولى إسماعيل. طبعا نعم. المولى إسماعيل استمر فيما بدأ به المولى رشيد العلوي من إخراج الاحتلال الأجنبي عن جل الشواطئ المغربية. نعم. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن هذا الجيش النظامي المتطوع، أن الجيش الذي أخرج القوات الدولية من مدينة طنجة كان معظمه من المتطوعين،
هو كان تعاون أستاذ الكريمة، لأن الدولة العلوية لحد الساعة يعني المولاي إسماعيل غادي يدير واحد الجيش نظامي سنتحدث عنه اللي هو جيش عبيد البخاري، لكن لحد الساعة هناك فقط المتطوعة من الجيش، الدولة لم تصل إلى ذلك القوة أنها تكون اللي عندها جيش نظامي مخزني تابع للدولة في بداية نشأته. فلذلك المجهود الحربي أساسا يقوم على سواعد الرجال المغرب من المتطوعين الشعبيين، وطبعا بإشراف السلطان. نعم صحيح، بإشراف السلطان. قلت طرد إذن الإنجليز من طنجة سنة 1684، ولحقدهم دمروها ثم خرجوا. دمروها يعني حتى البيوت داروا فيها قنابل وبارود وكذا، وخرجوا للبحر، وذاك الشيء عاد انفجر، تركوها كما يوصف المؤرخون قاعا صفصفا، حقدا ما يخليوا فيها حتى فتفوتها ومن يدخلوها. كانت مدينه راقيه ومدينه فيها كل شيء بالميناء ديالها وكذا، ولكن عندما خرجوا منها لتري، ولهذا كيقول احد المؤرخين الاجانب كيقول ظاهره الاستعمار ظاهره اوروبيه، ظاهره اوروبيه ماشي ديال غيرهم، ديالهم هما، صنع ديالهم، تأصيل الاستعمار، ماشي 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 غيرهم. فدمروها ثم خرجوا، فدخلها واعاد بناءها والاسوار والبيوت والمساكن. ولكن انت تصوري الجهد الذي سيبذله رحمه الله لاعاده اعمار مدينه مخربه كلها يعني باكملها. ايه باكملها، وشكون غيسكن فيها وشكون غيسكن فيها، وكيف غادي يديروا المساجد والبنيه التحتيه الى اخره الى اخره. مجهود لا يعني لا يعرفه الا من جربه. بعد ذلك سيواجه المهديه، سميتها المعمور، معروف المهدية دابا الآن في نواحي القنيطرة على مصب نهر سابو، كان اسمها المعمورة ومنها الغبدي المعمورة اللي حداها إلى آخره، اللي غيسميها المهدية بعد هو مولاي إسماعيل. اسم صغيرة الاسم في عهده، ما كان قبل كسميتها المعمورة. منذ دخلها البرتغال سنة 921، من 921 ثم حولوها إلى الإسبان سنة 1022، إلى أن دخلها المولاي إسماعيل سنة 1681، وهو الذي سماها المهدية. العرائش كانت أهم ميناء مغربي على المحيط الأطلسي، منذ أن سلمها محمد الشيخ بن المنصور الذهبي، سلمها للإسبان ليساعده على استرداد ملكه، لا حول ولا قوة إلا بالله، سنة 1019، إلى أن فتح المولي إسماعيل سنة 1101. يعني انظر كم شحال ديال الوقت والعرائش بيد الأجانب. عندما فتح العرائش أصيلة ما قدش تواجه، لأن سقوط العرائش مباشرة أصيلة لا يمكنها أن تواجهها، فاستسلمت تلقائيا وخرج المقاومه، ما عارف راسها ما غاديت، وخرج النصارى من اسبانيا وسلموها الى العاهل المغربي، تسلمها المغاربه سنه 1191 مباشره بعد دخولهم للعرائش. ثم بعد ذلك حاول رحمه الله تعالى عليه استرداد سبتهم الليليه، وخصوصا سبتهم لان هي الاخطر من ناحيه ديال التحصين ومن ناحيه ديال القوه، اذا اخذ المغاربه سبتهم الليليه كتولي سهله. 50 سنه من عمره رحمة الله تعالى عليه وهو محاصر لمدينة سبتة، 50 سنة محاصرا لمدينة سبتة. هو حكم 55 سنة، منها 50 سنة في محاصرة سبتة، الجيش مستمر والحصار مستمر والقنابل مستمرة، وهو يحاول استرجاعها بدلا مجهودا في حقيقة جبارا، لو وجد من يساعده، لو وجد مخلصين بجانبه لربما كان المغرب قد صفى هذا الموضوع ديال سبتة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعلم الله الأجر ديال إعادة سبتة لدار المغرب لما هذه كتاب. في الحقيقة 50 سنة ومع ذلك يعني لم يستطع أن يسترد المدينة، يظهر أنه وسائل الحصار وسائل كذا ما كانت شيء في المستوى ديال اسبانيا بالنسبه لها سبته مساله حياه او موت، لان اللي مشات لها سبته غتفكر في مالاغا غتفكر في الميريا، كل مطمئن ما فيهاش، فهي سبته بالنسبه لها راه سد عليها الصد ديال المغرب، فاذا مشات لها سبته راه كتبدا تفكر في قرطبه وتفكر في غرناطه، الفتح او يعني اعاده فتح الاندلس او بالتاكيد يفكرون في هذا، لان يلا سقطت مازال لا الاستراتيجيين يفكرون ما كيسقطوا حتى شي فرضيه، التفكير على جميع الجبهات، ما يسقطوا حتى شي فرضيه، حتى اللي كتبان لواحد اخر عادي بحالنا انها مستبعده، المفكرين الاستراتيجيين لا يستبعدونها. فاذا كان هذا الانجاز اولا طرد المستعمر الانجليزي، نعم، من مدينه طنجه، ثم التوجه نحو مدينه سبته، وايضا الاستمرار في التاكد من استتباب الامن في كل مناطق المغرب. كان له أيضا إنجازات رحمه الله تعالى، إنجازات على المستوى العمراني صحيح، وعلى المستوى العسكري صحيح. ففي الحقيقة نتكلم عن بعض الأمور أو بعض التفاصيل من كل أمر من هذه الأمور. لا بأس أستاذ، هو صعيب فعلا، لأنه بنات مؤسسون حقيقيون يعني في مستوى مولاي رشيد أو مولاي إسماعيل، ما يمكنش كلام عليهم في ثلث ساعة أو في 25 دقيقة. يعني هي بعد مع مولاي إسماعيل بدأت السفارات الحقيقية بين المغرب وبين دول أوروبا، كانت عنده علاقات مع فرنسا خصوصا في لويس الرابع عشر الملك القوي
الملك الفرنسي القوي لويس الرابع عشر، حتى انه النكت التاريخيه كتقول انه كان بغي يتزوج اخته مولاي اسماعيل اللي بغى يخطب من الاخت ديال لويس الرابع عشر، او ان السفير بن عائشه الشخصيه المشهوره جدا ايضا يعني ارسله سفيرا الى هناك وقال انه حاول يخطب احدى اخوات لويس الرابع عشر مولاي اسماعيل، ويمكن الزواج لم يتم وكذا. معناها العلاقات وصلت لهذا الحد، كانت عنده علاقات قويه مع انجلترا، كذلك العلاقات مع اسبانيا كانت قليله لانه كان دائما معها في حرب، كان هناك حصيله، ولكن العلاقات التجاريه كانت موجوده مع فرنسا، كانت موجوده مع اسبانيا، كانت موجوده حتى مع الدنمارك ومع غيرهم من 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 الدول، والسفارات كانت ايضا بدايه السفارات المهمه بين بين السلطات المغربيه العلويه وبين ممالك ودول اوروبا. اذا كان المغرب على المستوى الدولي في العلاقات والقوه، يعني ليس على مستوى ولكن يعني ان يحافظ. لا قلتيها قوليها. لا يعني مثلا المغرب كان يصنع مدافعه زمن مولاي اسماعيل، كان عندنا مصانع ديال المدافع وديال القنابل، داك باش كيتعمروا المدافع، وهذا امر ليس بالهين في ذلك الزمن. نعم كان يصنع مدافع، يعني هذه اقوى سلاح ذاك الساعات كان موجود عند الجيوش هو المدافع، فكانت عنده ويصنعها، يعني يذيب ويصنعها. مولاي اسماعيل كان الجهاد البحري قوي اولا، هذه الجهود اللي قام بها لطرد المستعمر من الشواطئ عطاته عدد كبير ديال الاسرى، وكذلك الجهاد البحري سواء في تطوان او في انطلاقا من تطوان او انطلاقا من سلا ورباط، كان يعني ياتيه بعدد كبير من الغنائم ومن الاسرى الاوروبيين. حتى قالوا كان في السجون ديال مولاي اسماعيل اكثر من 20,000 اسير اجنبي. نعم. وهادو كان كيتبادلهم مع اسرى المسلمين، وكان يستفيد من خبراتهم في هذه صناعه المدافع وفي البناء. ومدينه مكناس العاصمه الاسماعيليه هذه بوحدها خصها حلقه، كيغديروا مثلا تكلموا على مولاي اسماعيل من الناحيه العمرانيه الا تكلمنا اساسا على مكناس. مدينه مكناس وعنده عدد ديال الانشاءات العمرانيه في غيرها، ولكن مكناس راه يعني كنقولوا العاصمه لوحدها، انجاز لوحدها. القصور ديالو الغناء، هي الاسطبلات كان عنده اسطبلات فيها اكثر من 10,000 ديال الخيول. وقل للاسطبل فيه 10,000 خيل كي داير؟ ساريج الصواني دابا الناس كتعرفوا المساحه ديالو 40,000 متر مربع، فقوه في حقيقه عسكريه حين كسياسيه، قوه عمرانيه. المساجد التي بناها في مكناس غير لما جيت نحسب غير المساجد ديال مكناس ربما اكثر من 4 ديال المساجد عنده غير في مكناس وحده. المهم باختصار الجانب العمراني اللي بغى يشوف العمران ديال المغرب في مولاي اسماعيل يشوف مكناس، قصور مكناس، حدائق مكناس، مساجد مكناس، مدارس مكناس، شيء مبهر وشيء عجيب. غير باب منصور تكفي، معروفه باب منصور. دابا كي كتقول الانسان مكناس كيقول باب منصور. باب منصور مع هو بدا مولاي رشيد كملا هو هذا الرجل عنده هذا العمل هذا الاستاذ. لكن ربما العمل الكبير الاخر اللي سولتني عليه قبل قليل، مولاي اسماعيل رحمه الله كان عنده مشكل، وعند الدولة عموما ما عندهاش جيش نظامي تابع ولاؤه مباشرة للسلطان. الجيوش كلها عبارة عن القبائل اللي كيسموها في المغرب القبائل الجيشية. ها جيش قبيلة الوداية هذا ولاء للسلطان ولكن ولاء الشيوخ القبيلة ديالو. نعم. جيش الشراقة هذا ولاء للسلطان ولكن ولاء أيضا الشيوخ القبيلة ديالو. جيش المنبت، جيش كذا، جيش عرب كذا، جيش إذن سواء الأمازيغ أو العرب راه عندهم ولاءات أخرى لغير السلطان. فهذه ديال شويه ديال المشكل ما بين تعدد الولاءات. فاراد رحمه الله تاسيس جيش موحد، جيش نظامي، جيش نظامي ولاؤه المجيء، ما عندوش ولاء للقبيله، الولاء ديالو للمخزن. هذا شيء جديد اذا في عهد المولى اسماعيل. والبدايات كانت الاستاذه لا مع مثلا عبد المنعم بن علي القومي تكلمنا على شي حاجه مع يوسف بن تاشفين قبل منه، لكن في الدوله العلويه هذا اول مره. فاسس ما يسمى بجيش عبيد البخاري، جيش شهير غير كتقول مولى اسماعيل، عبيد البخاري، جيش عبيد البخاري. نعم. لماذا هذا الاسم عبيد البخاري؟ كانوا كيحلفوا على صحيح البخاري، يعني بحال في التخرج ديالهم، يعني يقسمون على كيحطوا صحيح البخاري ويقسمون عليه. قالوا انهم كانوا يقسمون على صحيح البخاري. ترين اهميه صحيح البخاري في تاريخ المغرب؟ تاريخ البخاري وشيء موحد يجمع كل هذه الاطياف، فيه 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 صحيح كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، هذه القدسيه. يعني بعض الناس دابا بعض اللي عاد قطر بهم الزمان يقول لك انا المغاربه ما اهتموش بصحيح البخاري. يو احنا عندنا في المغرب جيش كله اسمه جيش عبيد البخاري، ويجي الاخر يقول لكم تمشي بصحيح البخاري. عجبه تكوين هذا الجيش هذا، ما طويل الكلام فيه. باختصار هو جمع الجيش ديال الجيش السوداني، بقايا جيش السودان اللي كان ديال المنصور الذهبي واحد العدد، وبعض الناس الذين جاءوا معه من شنقيط عندما دخلها، وجمع الحراطين بعض الذين كانوا عابد وكذا، اللي دارت له مشكل لانه جندهم تجنيدا اجباريا وبعض الفقهاء لم يفتوه، واستفتى العلماء ديال الازهر وافتوه، بحال العالم الاسلامي كان فهم الوضعيه الخطيره ديال العالم فافتوه، فعاقب بعض العلماء ديال فاس اللي ما وافقوهش وعاقبهم عقابا جديدا. باختصار هو كون جيش عبيد البخاري. اذا هذا ايضا انجاز في حقيقه ثقيل. 14,000 الاستاذ هذا الجيش، وقبل ما يموت المولاي اسماعيل كان التعداد ديالو 150,000. جيش يضم كل الاطياف المغربيه وله وجهه واحده
في التكوين ديالو كان دابا هاد كيشد الوليدات الصغار بحال هو شبيه بجيش الانكشاريه ديال الاتراك. وليدات صغار كيديروا 5 سنين يعني من البدايه ما كاين هي الاعمال ديال العسكر. في الاول كيخدموا في سميتو في البناء والنجاره وركوب يعني والنجاره وركوب الحامير. في السنه الثانيه نقل مواد البناء. في السنه الثالثه خدمه مواد البناء. في السنه الرابعه الخدمات العسكريه. في السنه الخامسه الفروسيه والتدريب على العسكر. وبنى مجموعه من الحصون. منين كتسمع الحصون دابا في تاريخ المغرب يعني ازرو مثلا الحاجب تاوريرت بزاف. ملي كتسمع قصبه 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 في الغالب قصبه بنها مولاي اسماعيل. مولاي اسماعيل قصبه اللي بنى في تاريخ المغرب لاستتباب الامن الداخلي. ولهذا عاش المغرب امنا عجيبا جدا زمن هذا الرجل مولاي اسماعيل الثورات. ولكن في الحقيقه عاش المغرب امنا كبيرا جدا زمن هذا الرجل بفضل هذا الجيش ديال عبيد البخاري كيبني قصبه ويدير فيها مثلا 1000 ولا 1500 ولا 500 سكنه عسكريه. سكنه عسكريه الدور ديالها حمايه الطرق، الدور ديالها الامن السكان، الدور ديالها جبايات الضرائب، الدور ديالها عدد من الادوار المهمه ما توقعش الفتن في الامه. مجهود كبير جدا قام به رحمه الله تعالى عليه هذا الرجل المؤسس العظيم المولى اسماعيل العلوي. يصعب طبعا الاستاذه الكريمه استمرار في الكلام عن هذه الانجازات لانها كثيره في الحقيقه جدا كثيره جدا. اذا تكلمنا عن مؤسسين بارزين من مؤسسي الدوله العلويه المولى رشيد والمولى اسماعيل رحمهما الله تعالى. سنتكلم في الحلقات اللاحقه المتبقيه من عمر هذا البرنامج عن بعض علماء هذه الفتره. اذا نضرب دائما للمستمعين موعدا متجددا في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين مستمعينا الكرام نترككم في أمان الله. رجال ومواقف عظماء مروا وتركوا الأثر فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي. إعداد وتقديم زكي حداد.